السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي. أولا ألف مبروك على النجاح. طيب عايزين نشوف مع بعض إيه المدرسة المهمة اللي إحنا ممكن نقدم فيها بديل للثانوي العام. أنتوا طلبتوا مني أتكلم النهاردة عن مدرسة البترول، هنتكلم عن إيه شروط الالتحاق بمدرسة البترول، وكمان إيه الأوراق المطلوبة ومصاريف المدرسة، وكمان هنتكلم عن التنسيق بتاع السنه اللي فاتت، وانتم ان شاء الله تتابعوا التنسيق بتاعها السنه دي. طبعا مدارس البترول من اهم المدارس اللي بتشغل عدد كبير من اولياء الامور والطلبه، وبيختلف تنسيق مدرسه البترول من محافظه لاخرى، تختلف مثلا محافظه الجيزه عن مطروح عن الاسماعيليه. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاول ايه الاوراق المطلوبه. اول حاجه في الاوراق ان انت هتقدم شهادة الميلاد الأصلية وكمان 5 صور منها، وكمان هتقدم أصل الشهادة الإعدادية و4 صور منها، وكمان 4 صور شخصية ليك 4 في 6، وهتقدم البطاقة الصحية مختومة من التأمين الصحي، وكمان بيبقى فيه طابع للنقابة وطابع تاني تعليمي، وما تنساش إن البطاقة الصحية بتاعتك تكون مختومة في التأمين الصحي، ومطلوب كمان صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف التقديم يكون بيحتوي على طلب الالتحاق بمدرسة البترول. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الشروط. السنة اللي فاتت كان اول شرط ان مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية لا يقل عن 160 درجة، وكمان من الشروط الا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر، وما يقلش عن 15 سنة، والطالب لازم يجتاز الكشف الطبي والنفسي، وبيشترط ان اللغة الانجليزية تكون هي اللغة الاجنبية الاولى للطالب، ويكون الطالب مستواه كويس فيها. اما مصاريف المدرسة فهي مصاريف المدرسة بتبدأ من 1000 جنيه في المدارس الحكومية، وبتوصل ل4000 جنيه في المدارس الخاصة. وتنسيق مدارس البترول بيختلف من سنة لسنة، بس ممكن ان احنا ناخد مؤشر ليها. يعني السنة اللي فاتت كان محافظة الجيزة من 170 درجة، وفي مطروح كانت من 235 درجة، أما الإسماعيلية فخدت من 265 درجة. طبعا زي ما أنا ما قلت لكم لازم تسألوا على التنسيق بتاع السنة دي، لأنه بيختلف حاجة بسيطة من سنة لسنة حسب الدرجات بتاعة الطلبة. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وهنتكلم عن مدرسة برضو جديدة بديلة للثانوي العام. نسيت أقول لكم مدارس البترول بتوفر فرص عمل للخريجين بتوعها، وكمان ممكن هما يكملوا دراساتهم في كليات بعد كده. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامة.